الزمالك في الفترة الأخيرة كان عنده كم إصابات كتير جدا، ما بين كورونا مز يعني كان كل أنواع الإصابات عندنا بالتأكيد، ويمكن ده عانينا منه بشكل كبير جدا في المباراة الأخيرة قدام الجيش. شفت مباراة الجيش إزاي؟ كانت مباراة كلنا قاعدين على أعصابنا، بس بقى عندنا حتة كده إن الزمالك هيخلص في الآخر يعني، وده في الهاندبول بس. بس احنا اصل احنا عشنا المواقف دي كتير يعني آه اثناء وانا صحيح. بلعب او انا يعني هو بجد فرقه نادي الزمالك كره يد، انت في سته اساسيين وفي بعد كده سته بيدعموا، لكن الفرقه كلها حاجه واحده. صح. كان في كم نقص في مباريات الجيش؟ لا، كان حسن قداح، كان يحيى الدرع، كان سيف الدرع، كان في حد رابع، لان انا رحت واتفرجت على المباراه ديت. نادي الزمالك ادى بشكل طبعا كويس كان جدا. بعديها سبورتنج، الناس كانت متخوفه شويه من مباراه سبورتنج، بس هي يعني خلفت كل التوقعات، لكن الجيش كانت اصعب مباراه لحد دلوقتي. الجيش لان احنا كنا بنعمل 3 4 تجوان فرق وبعد كده نرجع. في انا وجهه نظر في اخطاء فرديه حصلت من لعيبه جوه الملعب، انا مش هتكلم عن اسماء اللعيبه ولا كلام من ده، لكن هي اخطاء فرديه من لعيبه كبار. ان انا اطرد على اعتراض، هي دي لا مش لعيب نادي الزمالك اللي صح. على اعتراض، لكن ممكن تطرد في لعبه، ممكن بتدافع، ممكن بتوقف كوره، ده وارد في اللعب، لكن مش اعتراض. دي اللي انا بس اخد عليها. لكن في اثناء المباراه احنا يعني نادي الجيش ما تقدمش علينا خالص، احنا من اول مباراه نادي الزمالك مش سايب كتير اتعادلنا يطلع يعني. 3 4 وينزل تاني، يطلع 3 4 وينزل تاني. وخلي بالك الميزه ان اللعيبه بتبقى فاهمه اثناء المباراه. اللعيبه اللي في نادي الزمالك عندها كم خبرات عالي جدا 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 مش موجود، هو ده اللي بيرجح كفه نادي الزمالك في معظم صحيح. المباريات. صحيح. اللعيب لما بيحس بالخطر هو بيزود الحرق شويه، فتبتدي تبص تلاقيه عمل وبيني 2 وبينك 3 كابتن حسن يريح بيكسر يومه. الملل شويه يعني، كل المباريات بتحس كل المباريات ده احنا بنكسب فرق لا مباراه الجيش كانت ممتعه لا جدا، مباراه طلائع هو الجيش كانت ممتعه يعني، كسرت الملل شويه. رايحه جايه رايحه جايه. اه بالظبط. لا نادي الزمالك في ال 20 سنه اللي فاتت او ال 25 سنه في كره اليد النادي اتدار بشكل كويس جدا. صحيح. عمليه الاحلال والتجديد اتعملت بشكل كويس جدا. كل اللي بيجي بيخش بيشرب من اللي موجود في اوضه اللبس. صح صح جدا. فالموضوع الحمد لله رب العالمين، نادي الزمالك بقاله يعني انا 25 سنه بيكسب في طفره صدق اني مكاسب في اول كره مره اليد. اقعد مع حد يعني، انا بقعد معاك كتير بس اول مره بجد تجيب لي السبب الرئيسي في انه غير ان انتوا اسره واحده وان انتوا متكاتفين وان انتوا بتستقبلوا اللي جاي من بره طبعا واللي طبعا. بيتصعد لكم، لكن فعلا دي نقطه مهمه جدا يعني، انت بجد يمكن حطيت ايدك على صلب ايوه الموضوع ان الاحلال والتجديد حصل. صح. صح. لانه في انديه تانية وفي منتخبات اللي صح. بيوقعهم ان الاحلال والتجديد ما اتعملش صح. احنا منتخب روسيا، دي نقطه مهمه منتخب جدا. روسيا من بعد محل وفرقته القديمه لحد دلوقتي ما فيش منتخب روسيا. منتخب السويد بقاله 10 سنين ابتدى يطلع من سنتين فاتوا. منتخب فرنسا هو اللي عمل احلال وتجديد صح، بقاله 15 سنه 20 سنه بيكسب. صحيح. اللي حصل في نادي الزمالك، فرقه نادي الزمالك الحمد لله رب العالمين، يمكن مش سر ولا حاجه، بس الفرقه بتكسب من اوضه اللبس ما بتكسبش من الملعب. صح. فاللي بيحصل جوه اوضه اللبس، اللمه، الالتزام، الهدف الواحد اللي بنلعب عليه، الروح الاخويه، المحبه، المشاكل. بصي فرقه فيها مجموعه نجوم زي فرقه نادي الزمالك، الموضوع جزء فني، لكن جزء إدارة النجوم ده إزاي؟ لأن أنت صحيح. لو ما عرفتيش تديري مجموعة النجوم دي، لا أنت في مشكلة. صحيح. أنت مشكلة كبيرة. لأن دول يعني صعب الكنترول عليهم. أنت كل لعيب في مركزه ممكن يصنف من أحسن لعيبة في العالم. طب فإذا أنت عايزة تعرفي تديري المجموعة دي. المجموعة دي بتدار عن طريق جهاز فني كويس وكابتن فرقة واتنين مساعدين معاه كويسين، لأن دول اللي بيقفلوا كل حاجة جوه أوضة اللبس. طب. والفني بنفرغه للملعب. لان الفني لو قعد في مشاكل وقعد في حوارات وقعد في كلام من ده ياثر عليه جوه الملعب. صحيح. فالكابتن الفرقه والاثنين الكبار اللي معاه جوه الاوضه مفيش مشاكل، في ملعب احنا بنشتغل ملعب، في اوضه لبس دي بتاعتنا مش بتاعتك. وياما شفنا انديه ومنتخبات مليانه عندها زخم بالنجوم ولكن مش قادرين مش ان هم يلعبوا جماعي مع بعض، يكونوا متوافقين مع بعض، فدي حاجه مهمه جدا عشان مش عارفين اداره يتفقوا على النجوم. حاجه واحده. صحيح. بس صحيح.